شايفين هذا السيروم تبع اللاشز؟ المفروض انه هذا بيطول الرموش بطريقه مش طبيعيه خلال 3 شهور. في بنت صورت عليه فيديو، خلينا افرجيكم رموشها قبل وبعد. هاد شكل رموشها قبل ما تستخدم السيروم، اوريدي طول ما شاء الله، بس يعني شوفوا الفرق لبعد. وهي رموشها بعد ما استخدمت السيروم، شوفوا ما شاء الله. المهم جبته، خلينا نجربه. اوكي شوفوا رموشي كيف، هاي رموشي كثير خفيفه قصيره، راح احاول ان انا استخدمه لحد ما الاقي نتيجه. هذا هو شكله. اوكي جبته من سيفورا، المفروض انه هو بيكون براش نفس هيك، وانا لازم ان انا احطها على منبت الرموش. انا اصلا بصراحه يعني ما كثير الي خلق على هالقصص وعلى هالبرودكتس، بس صراحه النتيجه كثير بتسوى، وبحس انه معظم هدول البرودكتس اول ما انا اوقفهم الرموش بترجع نفس قبل. فخلينا نشوف. بنات انا حاليا كملت اكثر من شهر، بس نسيت انه انا ارجع اصور لكم. في نتيجه كثير حلوه لو تلاحظوا، يعني انا رموشي ابدا ما كانت هيك اول ما بلشت، وكانت افتح بشوي، حاليا صارت اغمق وصارت اكثف. الفرق كثير ببين بالمسكرة، بالمسكرة رموشي كثير فارقه، حتى في كثير منكم لاحظ. بس انا رح اكمل عليه بزياده لمده 3 شهور. يمكن هلا يبين عليكم احسن، شوفوا. انا عارفه ان هدول مش اطول لاشز بالعالم، بس يعني الي انا كشهد كثير فرقوا معي، يعني حتى شوفوا فرق لاشز هلا وبدات الفيديو. سو يس استنوا البارت الثاني، رح انزله عندي بعد شهر.